دعا محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل طلبة جامعة تكريت إلى الاختيار بين عدم السفر إلى مناطقهم أو البقاء فيها لحين انقضاء فترة حضانة فيروس كورونا والبالغة 14 يوماً، مطمئناً الأهالي بعدم تسجيل أي إصابة في الوقت الحاضر. وأكد محافظ صلاح الدين خلال تفقده الإجراءات الوقائية المعتمدة في جامعة تكريت للحيلولة دون انتقال الفيروس ضرورة اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة لحماية الطلبة والمواطنين، فيما عد رئيس جامعة تكريت الدكتور جهاد دياب محل عدم سفر الطلبة بالوقت الحاضر خيارا حكيما لتجنيبهم الظرف الاستثنائي، مؤكدا تفعيل قرار محافظة صلاح الدين لعقد ندوات توعوية وتوضيح لأساليب انتقال المرض ومخاطره لحماية الطلبة من فيروس كورونا بأفضل الظروف والوسائل.